السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله غنشوف واحد التمرين أهم، هو ماشي صعب ولكن كيدخل في إطار، كنظن نقدر نقول بأنه كيدخل في إطار الأولمبياد، خاص بالتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذن نقرأ نص التمرين. سامبليفي لو نومبر سويفون أ إيتيغال، هاد الكسر هذا، راسين دو دو بلس راسين تروا بلس دو في البسط في النيميراتور، وفي المقام في الديناميناتور عندي راسيون دو 2 بلس راسيون دو 3 بلس راسيون دو 6 بلس راسيون دو 8 بلس 4. اذا من اول وهله كيبان بان كاين بزاف ديال الاعداد في المقام، وهنايا في البسط تاعو. اذا اول فكره كتجي للتلاميذ هو المرافق، ولكن المرافق ما يخدمش لك هنايا. اذا المرافق ديال هذا راسيون دو 2 بلس راسيون دو 3 موان 2 غضربها في هذه، ولكن هنا لتحت غيجيك داك الشيء عدد كبير، وبالتالي الواحد التلميذ غيضيع. اذا هنا الا شفتوا معايا، انا عندي راسيون دو 2 بلس راسيون 3 بلس 2، وفي المقام عندي تقريبا بحال هادو البداية، راسيون دو 2 بلس راسيون 3 خصني غير 2، خصني نقلبها على 2. اذا نقدر نجيب 2 من هاد الكات هادي، داكور، نقدر نجيب هنا 2 نجيبها هنايا. ديجا بعدا على الاقل عندي واحد الامال هنايا، هاد البسط راه كاين حتى في المقام، كاين راسيون دو 2 بلس راسيون 3 بلس 2 غناخد من هنا، غتبقى ليا هنايا عاوتاني في الباقية هنايا في المقام غتبقى عندي راسين دو 6 بلس راسين دو 8 بلس 2، هي اللي غتبقى عندي فيها مشكل. إذا غنبداو على بركة الله. ندير هنا أون أ، دونك هنا غنديرو أ إيكال راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2، وهنا غندير راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس راسين دو 6 بلس راسين دو 8 بلس 4. قلنا هاد 4 خصني نفرقها، ندير 2 هنا وندير 2 ونخليها لحد الاخر. اذا هنا عندي راسين دو 2 بلس راسين 3 بلس 2 غتبقى هي هنا لتحت، راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2 غناخدها من 4 بلس راسين دو 6 بلس راسين دو 8 بلس 2. اذا هاد 4 بحال قسمتها على جوج، 2 هنايا و 2 هنايا. إذن هاد العدد هذا بوحدو وهاد العدد هنا بوحدو، إذن كيبقى ليا غير مشكل في هاد الحد هاد الثاني هذا. إذن هنايا ونحاول ما أمكن نلقى شي علاقة ما بين هاد العدد وما بين عاوتاني البسط. إذن هنا غتبقى راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2 بلس هاد راسين دو 6 هي راسين دو 2 فوا راسين دو 3، نقدر ندير هنا راسين دو 2 فوا راسين دو 3. هاد راسين دو 8 تا هي راسين دو 2 فوا راسين دو 4، راسين دو 2 فوا راسين دو 4، وهاد 2 راهي راسين دو 2 فوا راسين دو 2، راسين دو 2 فوا راسين باش تخرج ليا هنا راسين دو 2 إلا لاحظتو، وهنا راسين دو 2 هنا راسين دو 2. غنعمل بها، ملي غنعمل بها غنتبقى ليا هنا راسين دو 3 بلس راسين دو 4 اللي هي 2 بلس راسين دو 2 اللي هو البسط عاود تاني، داكور، لاحظتو رديتو البال. إذا ما صعيبش بزاف، راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2، وهنا لتحت راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2 بلس هنا غنعمل قلنا براسين دو 2، راسين دو 2 عامل ديال راسين دو 3 بلس راسين دو 4 اللي هو 2 بلس راسين دو 2، وهذا ما هو الا البسط، راسين دو 2 بلس راسين 3 بلس 2، غير هو المكان ديال الحدود مختلف، ماشي مشكل. اذا هنا عاوتاني لتحت عاود عاوتاني غنعمل براسين دو 3 بلس راسين دو 2 بلس 2 فاكتور دو 1 بلس راسين دو 2. حنا قرب نكملوها، راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2، ولتحت راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2، دي كامل عامل لان كتعاود هنا وهنا، عامل ديال هنا 1 بلس وهنا راسين دو 2، وبالتالي غيبقى غيولي عندي هنا اختزال، راسين دو 2 بلس راسين دو 3 بلس 2 كامله غتختزل مع هادي، هادي كامله مع هادي. إذا الفوق غيبقى عندي 1 والتحت غيبقى عندي 1 بلس راسين دو 2، نكملو هنا، إذا غتولي عندي 1 سور 1 بلس راسين دو 2، إذا الحد هنايا مزيان، نقدر ندير المرافق عاوتاني هنايا، هو غير يسامبليفي، دونك هنا نقدر نسامبليفي أو ماكسيموم، داكور، دونك هنا عاوتاني غندير، غنضرب الفوق في 1 موا راسين دو 2، في 1 اللي هي 1 موا راسين دو 2، والتحت غنضرب 1 بلس راسين دو 2، مضروبة في 1 موا راسين دو 2، إذا الفوق تولى عندي 1 موا غاسين دو 2
ولتحت غتولي عندي متطابقة التالتة اللي هي أكاري موا بكاري، اللي هي أن أو كاري موا غاسين دو دو أو كاري. أن أو كاري هي أن، وغاسين دو دو أو كاري هي دو، هي موان دو، وأن موان دو هي موان زان. دونك في الأخير نكملوها هنايا، أن موا غاسين دو دو سور أ، أن موا غاسين دو دو سور موان زان. فوالا سور موان زان. هاد الموانزا غنطلع الفوق وغنقلب الاشاره ديال هذا وهذا داكور، موانزا غنضرب الفوق الموانزا ونضرب تحت الموانزا، باش مابقاش عندي موانزا في المقام. ولا عندي هنا ان والفوق غتولي عندي هنا موانزا بلس غاسين دو دو. الى بديت هذا بالاول غتولي عندي غاسين دو دو موانزا. دو اق هي غاسين دو دو موانزا. اذا ولو عندي جوج ديال الحدود، شوش كان عندي البسط هنا، كان عندي فيه البسط في المقام القصر كامل، كان عندي فيه البسط واحد جوج ثلاثة، ثلاثة الحدود، ولتحت في المقام عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ديال الحدود، خمسة وثلاثة ثمانية، يبقاو عندي غير جوج. دونك أ هي غاسين دو دو موان زان. دونك كنتمنى هاد الفيديو يلق إعجاب ديالكم، شكرا، وإلى فيديو آخر بحول الله.